بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، انطلقت مسيرة حاشدة في بيت لحم، مسيرة الشموع من دير الكرمل. تقدمت المسيرة المبخرة والصليب المقدس وذخيرة القديسة مريم ليسوع المصلوب التي حملت على الأكتاف وصور القديسة، كما وشاركت الراهبات الكرمليات داخل الدير بحمل هذه الذخيرة. شارك عدد كبير من الكهنة والذي ترأسها الأب فادي وسر فريال وعدد كبير من الراهبات والمجموعات الكشفية وجمع كبير من المؤمنين أتوا من مختلف المناطق من الأرض المقدسة. وقد عزفت المجموعات الكشفية معزوفاتها في شوارع بيت لحم القديمة ورتلت جوقة الميلاد ترتيل رائعة حاملين شموع خلال هذه المسيرة. تخللت المسيرة وقفات تأملية وقراءات عن حياة القديسة ووفاتها. هذا وقد قدمت الراهبة سيرفريال الشكر لكل راهبات الكرمل ومجموعة العدم على ما يقدمونه من محبة وعون، ولكل من شارك في هذه المسيرة التي اختتمت في كنيسة مغارة الحليب بصلاة وبركة من قبل الأب فادي. ورتل الأب رفائيل في الكنيسة ترتيل رائعة، وفي النهاية تم توزيع زيت مقدس وصور للقديسة مريم ليسوع المصلوب. فاليوم من كافة أنحاء فلسطين، كافة أنحاء الأراضي المقدسة أجوا يشاركوا معنا بالمسيرة هاي اللي راح تنطلق من رهبات الكرمل، راح يسلمون القديسة لنمشي فيها لغاية ما نسلمهم لرهبات مغارة الحليب اللي راح تضل هناك الزخيرة يومين يصلوا معها المؤمنين لغاية ما يخلص العيد تبع القديسة بكرة إن شاء الله. راح يطلعوا من الدير يسلموا المؤمنين زخيرة القديسة مريم، وهناك كمان رهبات المحابيس الموجودين بمغارة الحليب راح يستلموا الزخيرة من المؤمنين اللي راح يسلموهم إياها هناك، وهذا شيء نادرا ما يحدث. بس بمناسبة العيد وقديش القديسة غالية على الكرمل وغالية على الرهبات هناك كمان، حبوا أنهم يشاركوا الشعب بالمناسبة هاي. بهالمناسبة الكبيرة والعظيمة بليلة عيد القديسة مريم يسوع المصلوب، مريم بواردي ابنة الجليل وابنة الكرمل وابنة أيضا الكنيسة الأورشليمية، نحتفل، نحن في احتفال في فرح. أتينا لنسير معها من الكرمل حتى المهد مكان ميلاد الرب يسوع المسيح، ومن هناك إلى مغارة الحليب. وفي مساء اليوم الثاني أقيم قداسا احتفاليا بهذه المناسبة ترأسه صاحب السيادة المونسنيور بيير باتيستا باتسابالا وعدد كبير من الكهنة بحضور جمع من المؤمنين، وذلك في كنيسة الكرمل في بيت لحم. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الكرمل في بيت لحم.